صباح الخير يا سيادة الرئيس. صباح الخير على حضرتك، مبسوط قوي ان انا موجود قدام حضرتك النهارده. صباح الخير على كل السادة الحضور. صباح الفل. انا هاني حتحوت، اعلامي رياضي. صباح الخير سيادة الرئيس، انا اسمي فريدة محمد صلاح، عام 66 وفي سنة اولى. صباح الفل يا ريس، انا اسمي عبد الرحمن مصطفى كامل، عندي 23 سنة، متحدي اعاقة ذهنية، حاصل على بكالوريوس نصف معلومات إدارية، وحلمي ابقى محلل كروي لان انا بحب كرة القدم. بيحب كرة القدم يعني جه في ملعبي. طب ما تيجي نعمل اختبار كده مع بعض على الهوا زي اللي بنعمله في التلفزيون. اتفضل. يلا شوف ايه النظام في قصة المحلل الكروي ده. اتفضل. ايرلينج هالاند امبارح جاب كام جول؟ جاب 5. صح. في مين؟ في لوتن تاون. لوتن تاون. في الكاس رابطة الاتحاد الانجليزي. صح، برافو عليك. طب مين هداف الدوري الاسباني؟ شوت بيلينجهام. جود بيلينجهام، برافو عليه، ده شاطر بجد، شاطر بجد. طيب احنا في 2024 عندنا ارتباطات رياضية كتيرة قوي ما بين أندية ومنتخبات، إيه أكتر أحداث أنت مستنيها الفترة اللي جاية وإيه توقعاتك ليها؟ مستني الأشنطة الدولية بتاعت منتخب مصر مع الكابتن العميد حسام حسن. يا سلام، ده العميد أهو، العميد ورانا أهو، الكابتن حسام حسن. إيه رأيك في اختياره كمدير فني للمنتخب وتوقعاتك وإيه اللي نفسك فيه من العميد؟ العميد كان حلم أبويا الله يرحمه إن هو كان يمسك منتخب مصر. الله. لأن حسام حسن لكل أسطورة تاريخ ولكل تاريخ أسطورة، والكابتن حسام حسن هداف تاريخ المنتخب مصر كلام، وعنده روح وعنده حماس وعارف يعني إيه كلمة منتخب مصر. الله، كلاعب وكمدرب. ربنا يوفقك يا عميد، وان شاء الله هياخد امم افريقيا وهينافس على كاس العالم ان شاء الله. يا رب يا رب. طيب طيب احنا عندنا كمان ارتباطات تانية على مستوى الانديه، ايه اللي انت مستنيه الايام اللي جايه دي؟ مستني مباراه الاهلي والزمالك في نهائي كاس مصر. صح 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 صح، ماتش جامد قوي ده، هيتلعب فين الماتش ده؟ في السعوديه. في السعوديه. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. زملكاوي، الزملكاوية بيسقفوا أكيد. طيب خلينا أسألك بمناسبة الزمالك، إيه نفسك في الزمالك يحصل؟ الزمالك فك القيد، حل شوية مشاكل، نفسك في إيه في الزمالك الفترة اللي جاية؟ نفسي صفقات أكتر، نحسن شكل الفريق. اتنين، عايزين مهاجم هجام. تمام. زي عمرو زكي وعبد الحليم علي وجمال حمزة الجليس في النادي الزمالك. عايزين مهاجم هجام للزمالك، ده اللي عايزه عبد الرحمن. طيب نفسك في